حوار بين شخصين من أصول أجنبية. الأول نعمت غلام علي، سياسي وعضو برلمان عن حزب معروف بعدائه للهجرة ومواقفه المتشددة إزاء الأجانب عموما، ورجل الأعمال علي العامري الذي يرى أن خطر العنصرية يتزايد وأن العنصريين يكشفون عن وجوههم أكثر وأكثر بلا حرج أو خجل، بعد أن أصبح حزب الإزدي ثاني أكبر الأحزاب السويدية وأصبحت زمام أمور الحكومة الحالية بيديه. فعندي الحق أنه أقول رأيي بالسويد. القصة بدأت عندما كتب علي العامري رسالة مفتوحة إلى رئيس حزب الإزدي ييمي إيكوسون يدعوه فيها للحوار بهدف تخفيف التركيز على أخطاء الأجانب وهفواتهم مقابل النظر إلى الواقع الإيجابي الذي يقدمه اللاجئون وأبنائهم للمجتمع وللاقتصاد السويدي. من بروبلمت ات فولك هابوريت شيرنا اتوم ستا بوندتريك دي بروبلمت. النائب نعمة يرد بأن السويد تحت تأثير حزبه لا تزال تتبع الدستور والقوانين الأوروبية. نعمة حاول أن يقنع مضيفة بأن أصل المشكلة هي تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى السويد، وكأنه نسي أصله الأجنبي، حال معظم المنضوين تحت لواء الأحزاب اليمينية المتطرفة من أصول أجنبية. علي العامري من جانبه حاول شرح أسباب الهجرة التي ترغم الناس على ترك بلادها بحثا عن الأمن والاستقرار، وأهم هذه الأسباب الحروب التي تساهم السويد بجزء منها عن طريق بيع الأسلحة كما يقول العامري. خذوا المسؤولية وأوقفوا بيع السلاح لكي تقل معدلات الهجرة. ولكن حتى الجيل الجديد الذي ولد ونشأ في السويد لديه مخاوف من انتشار العنصرية. لماذا يجب أن نضطر لتغيير أسمائنا حتى نحصل على فرص بالمجتمع؟ تقول ميس علي العامري. دعوة علي العامري لرئيس حزب الإزدي ييمي إيكوسون للحوار وإرسال الحزب نائبا برلمانيا من أصول مهاجرة بدلا عنه قد يكون ضرب ذكاء من الحزب ورئيسه، وإلا لماذا يجب تطعيم حزب كاره للأجانب ببعض الأجانب؟ أليس لمثل هكذا مناسبات؟ ليس كل الأجانب لديهم شركات ومداخيل بعشرات الملايين سنويا مثل رجل الأعمال علي العامري لكي يرضى عنهم الإزدي، وهذا ما نوه له مرارا المضيف للضيف. ليست هي تهمة أن تكون أجنبيا في السويد حتى تدافع عن نفسك وتقول أنا ناجح وأنا أعمل وأنا أدفع ضرائب وأنا لست مجرما ولست إرهابيا. المنظور يجب أن يكون أننا جزء من هذا المجتمع، فينا الصالح وفينا الطالح، فينا الناجح وفينا الفاشل، والفاشل الآن يمكن أن ينجح لاحقا، والناجح اليوم يمكن أن يخطئ ويتعثر غدا. المشكلة أن حزب الإزدي هو الحزب الوحيد الذي لا يزال يصر على منظور أنتم ونحن ويفرق بين الناس على أساس أصلها وجنسها. الضيف لا يزال مصرا على تقسيم المجتمع بين نحن السويديون وهم الأجانب. فهل يمكن لحزب بنى اسمه وسياسته وتميزه عن الآخرين بأن يغير جلده بهذه السهولة؟ وهل فعلا هذا الحزب مهتما بأحمد وعلي وبما يشعرون به؟ أم أن همه الاستمرار باللعب على مشاعر السويدي القومية وتحريضه على اللاجئين؟ de passar inte in, de har inte anpassat sig. Och ska man kunna jobba i Sverige då måste man anpassa sig. Då måste man vara beredd att anpassa sig efter våra sedvänjor och vårt sätt att vara mot varandra.